بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا مصاريع هدى، اللهم اجعلنا نحمل رايات التوحيد، اللهم اجعلنا ندعو إلى المحبة، اللهم اجعلنا مبغضين لشياطين الإنس والجن أبد الآبدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته قربه. الناظر إلى تاريخ الفقلين خاصة الناس يرى أن حياتهم يغلب عليها الشقاء، ويغلب عليها الاعتداء، ويغلب عليها الوهم الذي لا ضرورة لنا به. لا، احنا المؤمن اللي على حق هم ندرة، هم يتمتعون بالطمأنينة من لدن الله الذي لا تطمئن القلوب، وهم يتمتعون بمعالي الأمور، حيث أن أنا علمنا عن طريق رأي نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فالمؤمن الحق والمؤمن الحق دائما يغنو إلى المزيد من المحاسن وإلى تقليل المفاسد. محاسن ترضي ربنا عنا، ومساوئ تجعل الشيطان راض عنا، لكن لسنا نحن الذين يطمعون في رضا الشيطان. نحن اكتفينا برضاء الرحمن ونستزيد من ذلك. اللهم أنعمت فزدت. إذا أما آن للبشرية أن تخرج قليلا عن الشقاء الملازمة من بداية حتى نهاية لا قدر الله، ولا خروج من هذا الشقاء إلا بالاستسلام إلى الرحمن الرحيم الودود ذو العرش ذو القوة المتين. هو الذي يغفر الذنوب ولا يبالي، هو الذي يستر العيوب ولا يبالي. يعني لماذا البشرية لم تلتفت إلى هذا العلاج؟ هو أن نعترف بسببية شقائنا، تبدأ السببية من تنكرنا للرحمن أو الكفر بوجوده أو بإنساق ما لا تهم لا تليق بالرحمن من الشرك. هل المولى غير كامل؟ هل أليس له الأوصاف المطلقة؟ أليس له الأسماء الحسنى؟ هل يكفيكم هذا؟ لماذا تبطلون كل هذا؟ فإذا أنه الحق المعاش من لدنا، نحن نعلم أن الله ليس كمثل شيء وأنه كامل الأوصاف، لماذا أنتم تخالفوننا؟ واحد منا على خطأ والآخر على صواب. إذا كان أعلى كنا سعداء وإن كنا قلة، ماذا يعني؟ يعني أننا أخذنا من المعين، أي من أصل العلاقة بالله سبحانه وتعالى. بينما أنتم أخذتم من سورس، يعني عين بذيئة ملأة بالأمراض النفسية والعقلية والروحية، وتحبوا بعد أكل أكثر من الشرب والأكل ما هو ملوث بالكفر والنفاق والشرك، وتحبوا تكونوا سعداء. تخيل انت جماعة أنا أو تأخذ الواد اللي تشرب منه شات مياه عفنة مستعملة فيها القروح كلها، فيها الجراثيم كلها، فيها السموم كلها، وتحبوا هذه الجماعة هذيك تكون بصحة وعافية. وهؤلاء الذين أخذوا من نهر ما يلزمهم من شربهم ولغسيلهم والمجر ولتنظيف بيوتهم ومحلاتهم، والمقابل هو الذي لا يختار الا للايذاء لنفسه ولغيره.
ماذا تتقاسمون أنتم في عالم اليوم المعلومات؟ ماذا تتقاسموا معلومات لا أصل لها في الواقع؟ ووكالة الأنباء تجيب لكم كل ما يشتهي بنو صهيون ويفرغوا لكم مناع باية مشكوك في صحتها. من المصدر للخبر الفلاني؟ من هذا المصدر؟ لا وجود له، بل اختلقوه اختلاقا، فإذا بيعم الخوف في كل مكان، ودخل الشيطان بدون استئذان إلى معظم الثقلين. ماذا بقي لكم؟ والله لم يبق لكم إلا أن تختاروا الرحمن على من سواه. وعنا عنا في العلاج النفسي، الإنسان إذا كان مبداش يقبل منا التشخيص، قل له راك أنت عندك ميلاكوليا، يعني عندك انهيار عصبي خطير، وأنت راك باش تاخذ جزء ماك الحقيقة اللي هي فيك واللي سبب أذى لك، وهي ما خلاتك لا تتمتع كما كنت تتمتع. الهوبي ما هو كان يجبلك وتلذذ به، ولا هو منبوذ، ولا تفكر بالخروج، ولا تتذكر الأيام الخالية في ملذاتها وسعاداتها بين رفرين، وتفكر كان في النهاية، أي نهاية ما يقول لك عليها كان إبليس، يقول لك تروح تتركها ساعات، كيف؟ ألا علم غيبي؟ يعني ماذا ينتحر مش يلقى أنا كما تقول أنت صراعه مش يتخلص من أعباء الحياة اللي هو كره عاش في الحياة مش في الموت. أنا شكرا أن تقبل الموت بطريقة غير عادية غير شرعية، وهذا ما لا ليس لك الحق أن تتصرف في الحياة في روحك. روحك يخرجها الله حين يقرر إخراجها. من أين لك أن تتصرف بما لست لو بمالك؟ وعناه في علم الانتحار كثير عن مساوي الإنسان، وعمر مدينة واحد انتحر وذكر بخير، حتى الانتحار لإسعاد الغير. من أين لكم أن حين تنتحر أنت الغير مش سعيد؟ من أين لكم هذا؟ ليس لكم من عذر في اختيار الانتحار ابدا. اذا احنا في الطب، خاصه في الطب النفسي، عارفين اني ماهوش مصمم باش يعرف حقيقه التي هي بداخله ويقبل ما نقدم له من نصائح وما نصب له من علاجات، سواء كان نفسيه او عمليه ارغوثيرابي او سوسيوثيرابي، علاجات بعلاقات اجتماعية جديدة فيها العافية وفيها الآمال وفيها الإحسان. وإحنا ما نقولوش زايد، إحنا الآن القرآن اللي فما علاج بالفنون، ممكن قدم لوحة زيتية تجيك بعضك أفكارك منعشة، لكن أنت بعض فقط لك، ليست اللوحة هي في ذاتها سبب لذلك الاساس. اذا مش دائما ناجح، الطريق الناجح حسب راينا احنا هو ان نتصل بالرحمن اللي هو اصل كل الموجودات، وهو يريد منا ان نبسط حياتنا، ويريد من اليسر لا العسر، ويريد ان ينجينا من غضبه واليم عذابه. يعني ربنا يريد منا الخير كله، وسهل لنا الطريق الرجوع اليه. لماذا تتعامون على هذا الهدية من الله؟ ربي قدمك إلى خير من خوف، قدمني، قال كراني مش نتفرق، ما نخليك حتى شيء مش حاسبك عليه. أين أنت أمام هذه المفرحات؟ تراطيني شكون عاملك بالمعاملة ليك؟ أي قاضي يقول لك تهنى راني سأحكم لك بسمع الدعوة، ونحكم بالجماعة الفلانية أنت ظلمتها باش تزيدك مالا أو رفعتها، أين القضية؟ وجدتموه؟ والله لو وجدتم هذا القضية لوجدتم مصيبة أكبر لكم وله، لأن الله لا يصلح العمل الفجار، والقضاة كثير منهم
اثنان من كل ثلاثة في النار والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والسلام على من اتبع الهدى.